بالنسبه للمنتوج الجديد اللي هو جي 55 التلفاز الذكي اللي غيتاح ان شاء الله في الاسواق قريبا، سمارت تي في بجوده وبثمن منافس كما عودتنا دائما ايتال تي في. بالنسبه لهذا التلفاز هذا غيجي هو اول تلفاز اللي عندنا بالفوركا، تقنيه الفوركا، وهو منتوج جديد غادي يعزز المبيعات ديالنا في المغرب ان شاء الله. السوق المغربيه كانت واحد النقله نوعيه في التلفاز، اول مره كنشوفوا تلفاز بجوده عاليه بثمن منافس وبثمن مناسب اللي كيسيب لي جميع الفئات الاقتصاديه في المغرب. بالنسبه للفرق نهضروا على الجوده بعدا عاد نهضروا على الثمن، الفرق ديال الجوده فرق كبير، هذه بشهاده ديال لي كليون فينال بالنسبه لجميع الزبائن ديالنا. بالنسبه للثمن كاين فرق ديال 500 درهم 300 درهم حتى 1000 درهم. بالنسبه للسوق المغربيه السوق متشبع بجميع المواد الالكترونيه ولا بجميع الاجهزه الالكترونيه، ولكن الزبون المغربي زبون ذكي، هذه هي اهم حاجه، تفضل برودوي ولا منتوج اللي بمواصفات عاليه وبثمن اللي مناسب، هذه اهم حاجه. واليوم عندنا الكونفرنس دو بريس باش كنبريزونطيو لي موديل اللي عندنا جداد في لي سمارت تي في و تي في عادي. المميزات اللي عندنا هو ان عندنا دي موديل اللي فحال لي موديل اللي كاينين في السوق ولكن لو بري هابط، هادو هما المميزات اللي عندنا. وعندنا كاع لي طاي كاينه 32 في سمارت تي في والعاديه، وكاينه 43 و 55 و 65 اللي مازال ما كايناش دابا في المغرب، تدخل ان شاء الله من هنا. لي برودوي اللي عندنا في ايتال جينيرال كاينين لي سمارت فون ولي زاكسيسوار بحال الايربودز والباور بانك لي شارجور، وكاين واحد ديبارتمون جديد ديال الالكتريسيتي فيه لي كابل والبولات وكلشي. الحمد لله حنايا احتلينا المرتبه الخامسه في افريقيا في لي برودوي اللي تباعوا، وان شاء الله كنطمحوا اننا نطلعوا في الرتب ان شاء الله في افريقيا وفي المغرب. من المميزات ديال التلفاز اللي عندنا كاينه التلفازه سمارت خدامه بسيستم اندرويد وكيكون فيها 1 جيجا فيرغول 5 في لاغام دي دي ار 4 وكتكون فيها 16 جيجا في الميموار. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.